تانية مع أخصائية التغذية والصيدلانية الدكتورة نهلة كريم. ازيك يا اهلا دكتورة؟ بيك، اهلا بيك. عاملة مبسوطه ايه؟ والله ان انا معاكم النهارده. والله يا دكتورة انت شرفتينا بجد ربنا بوجودك. يخليك يا رب. يعني في البداية بقى انا احب اقول لك ايه، يا دكتورة ولا يا بلوجر ولا في مواهب تانية في هتطلع حاجات لنا؟ كتيره، في مواهب كتيره. لا ممكن نقول نهله عادي، ده انسى. انا بقى يعني مش مؤمنه بالالقاب، يعني عادي مش لازم ولا دكتوره ولا بلوجر ولا اي حاجه، يعني انا نهله. بس انت يعني يعتبر من البلوجر على الانستجرام، بس انا بتقدمي حاجات انا في للناس الاساس بتفيديها. صيدلانيه، وعندي البيزنس بتاعي وشغاله وكله تمام، لكن انا حابه السوشيال ميديا، يعني حابه ان انا كنت ادخل السوشيال ميديا، فجي من هنا موضوع ان انا بقيت بلوجر. يعني دكتور نهله، قولي لي بقى ايه العلاقه اصلا بين المجال ده وبين السوشيال ميديا؟ يعني جيت ازاي معاكي؟ ايه اللي خلاكي بصي تبداي تعملي فيديوز وكده؟ بصي، انا كنت دايما احب اقرا حاجات واحب اقولها لاصحابي كنصايح بقى، مثلا عن الشعر، عن البشره، عن الادويه، حاجات زي كده. فكنت عايزه بلاتفورم او حاجه اقدر اوجه بيها نصايح للناس، فلقيت ان العالم كله متجه دلوقتي ناحيه السوشيال السوشيال ميديا، ميديا فحبيت ان انا خصوصا الانستجرام. بالظبط انستجرام وفيسبوك برضو، يعني في مصر متهيألي انستجرام وفيسبوك ويوتيوب اكتر بلاتفورم شغاله. فحبيت بقى ان انا اوصل كل المعلومات وكل اللي انا درسته بشكل بسيط للمشاهدين. انت اللي بتعملي الفيديوهات بتاعتك دي؟ انا اللي بعمل فيديوهات وبشاور كده. اتشهرت انا بالموضوع ده. بالنقطه دي. انت عندك شانل على اليوتيوب؟ موجود عندي قناه على ايه بقى اليوتيوب. الدعم فيها عامل ازاي؟ زي الانستجرام يعني؟ انت عندك على لا، الانستجرام هي 309 الريتش الف بتاع الانستجرام او الترافيك بيبقى اعلى، خصوصا انا التيك توك، يعني انا الاكونت بتاع تيك توك عندي بقاله شهرين. طب هنشوف الفيديو. بص يعني مش ورينا يا كتير. جماعه كده الفيديو بتاع الدكتور نهله. علقلنا كده يا دكتور على الفيديو ده. بص، انا شفت ان انا لما اجي اشوف فيديو ببقى عايزه اقرا احسن ما اسمع، فلقيت ان الاتنشن بتاع الناس او هم الفولور بيهتموا اكتر لما حاجات يقروا الايموشن الكلام، جرافيك صح؟ انه يقروا الكلام هم بنفسهم، فالمعلومه بتثبت معاهم غير لما بسمع. يعني لما حد بيسمع ممكن ما يكملوش باقي الفيديو، يزهق. يزهق ويخلص، طب لكن انت كده اللي حتى لما بتعملي بيقراها. الفيديوز دول ولا حد لا انا بيساعدك؟ بعملها، ده انا اوكي، يمكن بصورها في الطريق في العربيه وانا طب رايحه حلو، الشغل، يعني الموضوع ما حلو بياخدش قوي. مني وقت. يعني انا الداتا عندي والنوليدج عندي، ومن الحاجه اللي انا درستها ببدا اصور وبنزل عليها المعلومات. يعني طيب قولي لي بقى ايه متعب اكتر، يعني شغلك في الصيدليه ولا السوشيال ميديا؟ بالنسبه لك ايه اصعب؟ لا، هو الاصعب بصراحه السوشيال ميديا، لان انا باخد وقت طويل قوي في ان انا بحضر وان انا هصور انت صح، وبلبس لبس معين. الفيديوهات اللي احنا شفناها دي اللي هي ازاي تشيل ازاله الشعر والكلام، الافكار دي بتجيلك يعني انت انا عايزه بحاول، تعملي فيديو عن كذا؟ انا عارفه ايه اللي بيبقى في دماغ مثلا البنات، او ايه الاسئله اللي مثلا بيبقى عليها ديبيت او الناس محتاره فيها، او حاجات مثلا مهمه زي مثلا اعراض نقص فيتامين دي. انا ممكن يبقى عندي نقص فيتامين دي بس انا مش عارفه ايه الاعراض بتاعتها او ايه المشكله، فاللي هو بحاول اوصل المعلومه للفولورز بشكل بسيط يعني. لكن كاكتر متعب، لا السوشيال. السوشيال ميديا، يعني خصوصا طيب بتاخد مني وقت الصراحه في ان انا اكتب محتوى او افكر، خصوصا في الفيديوهات الطويله. طيب انا عايز اختم معاكي بسؤال، ايه النصائح اللي انت بتحبي توجهيها للبنات في مجال التغذيه العلاجيه؟ طيب بصوا، طبعا الموضوع ده يعني ده سؤال ده كبير مفتوح، يعني ممكن نقعد ساعتين نتكلم. انا عايز لا دقيقه حاولي دقيقه بس. لا، دايما لو ظهر عندنا اي اعراض نحاول نعرف السبب. يعني ايه؟ يعني مثلا واحده عندها تساقط شعر، نعمل تحاليل تساقط شعر، ما نروحش نشتري حاجه من الصيدليه او نشوف اي حد مش مختص بيتكلم على دلوقتي في السوشيال ميديا. بلوجرز كتير قوي بيقولوا ريفيو لا، وهم ناخد مش معلومه من حد مختص، دكتور، صيدلي في الحاجه اللي تخص الموضوع. يعني تاني حاجه، طبعا يعني ان احنا نهتم بنفسنا، نحاول نطور من نفسنا، ما نمشيش ورا كلام اي حد. بس يعني حاجات كتيره يعني. دكتور نهله احنا بجد بنشكرك ميرسي، ومبسوطه وبنتمنى والله لك ان يا انا رب كنت معاكم. التوفيق، ميرسي، ربنا يخليك. يعني بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في اللي جاي، ميرسي وتبدعي كمان اكتر على السوشيال باذن ميديا. الله، باذن الله. اعزائي المشاهدين بكده تكون خلصت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الضيوف اللي نورونا النهارده. ان شاء الله انتظرونا الخميس الجاي وحلقه جديده من الجريء والجميل.